مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، أقدمها لكم من تلفزيون رشاد وتشاهدون فيها: ارتفاع درجة الحرارة وأزمة الكهرباء يتسببان في وفاة 18 شخصا بمدن الجنوب. بعد نهب أموال الزكاة والتلاعب بالوقف، وزارة غلام الله تعبث حتى بالمصحف الشريف. وفي نشرتنا أيضا، وزراء وأقاربهم ينهبون العقار الفلاحي في 4 ولايات جنوبية. عشرات المواطنين يقتحمون 40 مسكنا بإليزي. وأخيرا، الحرائق تلتهم غابات تيزي وزو والمسيلة، والإدارة تجمد نشاط جمعية بيئية بوهران. إلى التفاصيل. خلف الارتفاع القياسي في درجة الحرارة الذي تشهده مدن الجنوب منذ بداية هذه الصائفة، خلف وفاة 18 شخصا أغلبهم بولاية غردايا وإليزي وتمنراست وأدرار، التي سجلت لوحدها 14 حالة وفاة بسبب موجة الحر. وذكر مصدر طبي أن غالبية هذه الوفيات حدثت بين كبار السن والأشخاص المرضى بضغط الدم والقلب والسكري. هذا وتقول المصادر أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء في هذه المناطق التي سجلت ارتفاعا في درجة الحرارة تراوح ما بين 53 و 58 درجة قد زادت في عدد الضحايا. بعد فضائح الحج وصندوق الزكاة وممتلكات الوقف والرشاوى التي طالت قطاع الشؤون الدينية المقدس، ها هو الفساد يمس حتى المصحف الشريف. فقد كشفت مصادر متطابقة عن قيام وزارة غلام الله للشؤون الدينية بتوزيع أكثر من 200,000 نسخة من المصحف الشريف، تضمنت العديد من الأخطاء، وصلت إلى حد حذف الكثير من الصور وتكرار أخرى وإسقاط آيات كاملة من بعض الصور. كما غابت من هذه المصاحف أحكام التجويد والتلاوة. هذا وطالبت نقابة الأئمة بالسحب الفوري لهذه المصاحف التي وزعها غلام الله ضمن مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بتوزيع 1,000,000 مصحف على المساجد والمراكز الثقافية والمؤسسات العمومية. ينتظر المواطنون في كل من ولايات غردايا وأدرار وبسكرة وتمنراست ما ستفضي إليه التحقيقات التي عكفت على إجرائها منذ عدة شهور المصالح الأمنية المختصة في مكافحة الفساد، التي تحقق في تورط عدد من الوزراء والمسؤولين وأقاربهم في الاستفادة بطرق ملتوية ومشبوهة من أراضي فلاحية شاسعة، وهذا بتواطؤ مع الولاة ورؤساء البلديات في هذه الولايات الجنوبية. اقتحم عدد من المواطنين في بلدية إليزي 40 مسكنا كان قد أنجزهم منذ سنة 2009 صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، لكن ظلوا في حالة شغور وعدم استغلال منذ هذا التاريخ. وقد برر المقتحمون خطوتهم هذه باستمرار تماطل الجهات المسؤولة ورفضها غير المبرر في إعلان قائمة المستفيدين من هذه السكنات، وتخوفهم من حدوث تلاعب في عملية توزيعها، التي راسلوا بشأنها أكثر من مرة المدير الجهوي لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، لكنه لم يرد على انشغالاتهم. التهمت الحرائق التي اجتاحت خلال 48 ساعة الماضية غابات بلدية أيت عيسى ميمون بولاية تيزي وزو، التهمت أكثر من 43 هكتارا من هذه الغابات التي تحتوي على أنواع متعددة من الأشجار والنباتات. وكانت 4 حرائق أخرى قد حولت يوم الخميس الماضي عشرات الهكتارات الغابية في ذراع الميزان وعزازقا ووغنون، حولتها إلى رماد. كما أتت النيران الخميس الماضي أيضا على غابة الحوران ببلدية حمام الضلعة بالمسيلة، التي أشارت فيها مصالح الغابات إلى إتلاف ما يقارب عن 70 هكتارا. هذا وتبقى أسباب اندلاع هذه الحرائق مجهولة، رغم الشكوك التي تثار حول الأيادي والجهات التي تقف من ورائها. من جهة أخرى، أقدمت مديرية التنظيم والإدارة العامة لدى ولاية وهران على تجميد نشاط جمعية حي كاناستيل، وهذا مباشرة عقب حصول هذه الأخيرة على حكم قضائي يقضي بوقف في بناء سكنات داخل إحدى الغابات المتواجدة بهذا الحي. وتناضل هذه الجمعية من أجل حماية هذه المساحات الخضراء من مخططات مافيا العقار، التي أتت وما تزال على الأخضر واليابس في ولاية وهران. وقبل أن نفترق، أترككم مع هذه اللوحات الكاريكاتورية التي انتقيناها لكم اليوم.
كما ألفت عنايتكم الكريمة بأنه يمكن لكم التواصل معنا عبر العنوانين التاليين: الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركاتكم الفعالة التي تسهم في دعم واستمرار تلفزيون رشاد. إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم، ودمتم في رعاية الله.